أكيد يا زينب، مكفيين بآخر فقرات صباحنا غير لليوم. وصلنا لآخر فقراتنا وهي المساحة الاجتماعية والنفسية مع أيام طبعا شهر تشرين الأول اللي يسمى الشهر الوردي، لأنه شهر التوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عنه، وخاصة أنه هالمرض هو دائما بيشكل شيء مرعب وحالة نفسية سيئة لكثير من النساء، حتى بنسميه يعني بالمصطلح العام هذاك المرض. اليوم نعرف عن ضرورة نشر الوعي بالكشف المبكر عن سرطان الثدي إضافة لتحسين الحالة النفسية، كيف ممكن نتعامل مع هذا المرض. وأكيد كل هالمعلومات رح تكون مع رند نظر أخصائية إرشاد نفسي. يسعد صباحك رند، وأهلا وسهلا فيكي. كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نحكي اليوم عن أهمية العامل النفسي بمواجهة أي مرض. تمام. هلا الحقيقة العامل النفسي خلينا نقول أو العلاقة بين النفس والجسد هي علاقة متبادلة وبيأثروا اثنيناتهم ببعض. هلا بنلاحظ مثلا المريض إذا كان عنده مرض عضوي فبينعكس هذا الشيء على حالته النفسية، لأنه المرض حيفرض عليه تغير بالحياة اليومية بنمط الحياة، حتى حيشكل عليه ضغوطات نفسية. هي الضغوطات رح ترجع تنعكس على الناحية النفسية عنده وحيرجع تدهور عنده الحالة الجسدية. وحتى الشخص دائما عم يعاني من ضغوطات نفسية، من اكتئاب، من قلق، من توتر، هذا الشيء كمان رح ينعكس على الناحية الجسدية عنده، وكمان رح تدهور وكمان رح تنعكس على الناحية النفسية. فهي خلينا نقول يعني دائرة بتأثر بيأثروا على بعضهم بعض. كمان في عنا عامل كتير مهم هو شيء اسمه عنا المناعة النفسية. هلأ الإنسان إذا بيتعرض لشدة نفسية أو أزمة نفسية، شو اللي بيخليه يقاومها ويطلع منها بدون أي خلينا نقول أمراض؟ أو في كتير أحيانا بنسمع ناس إنه تعرضوا لأزمات وبتقولي كان قوي وحسن يواجهها وما صار له أي شيء، أو حتى المرض يعني. هذا في عنا شيء اسمه نحن المناعة النفسية. المناعة النفسية هي ترتبط بالمناعة الجسدية وبتأثر فيها. طبعا المناعة النفسية هي عبارة عن جدار حماية يساعد الفرد على مواجهة الأزمات النفسية، الصعوبات. طبعا وهي تتكون يعني خلينا نقول شو هي المناعة النفسية، مش تتألف، هي من التفكير الإيجابي، من التفاؤل، من روح الفكاهة، من المرونة النفسية، إنه أنا أحسن أتعامل مع التغيرات الطارئة اللي بتصير بحياتي وأحسن أتعامل واجهها يعني وأتكيف معها. طبعا بيأثر بالمناعة النفسية خلينا نقول كتير متغيرات ممكن ومؤثرات، منها مثلا التوتر بيضعف المناعة النفسية، في عنا الكبت الانفعالي، انه الانسان ما يعبر عن مشاعره، ما يعبر عن الشغلات اللي عم تزعجه، كمان هي بتأثر على الناحية النفسية عنده وتضعفها، وبصير وقتها هون عرضة، هو مجرد ما ضعفت المناعة النفسية فضعفت المناعة الجسدية، فصار هو اكثر عرضة للإصابة بالامراض، واذا كان عنده مرض فما حد عنده مقاومة ليقاوم هذا المرض. نعم رندا، يعني خلينا نحكي شوي، يمكن الكشف المبكر عن سرطان الثدي هو العنوان الأبرز لشهر تشرين. صحيح. الأول ونشر الوعي والثقافة بين النساء، يمكن هي الحالة كتير مهمة، لكن في حال ما إذا لا سمح الله أي حدا من النساء مثلا تأكد من إصابته بسرطان الثدي، دائما مرتبط بفقدان الشعر، بالعلاجات الصعبة، بالآلام، يمكن باستئصال الثدي أحيانا، يعني المراكز اللي بتعطي أنوثة وثقة عند كل مرأة، الحالة النفسية قبل ما يصير كل هدول بتكون تدمرت. يوم قدي مهم دعم المحيط للمرأة، وخاصة أنه صار عم نشوف قدوة، يعني عم نشوف ناس مشاهير، عم نشوف كتير هالمرض منتشر وكتير في حالات وتجارب تغلبوا عليه. كيف فينا نعزز القوة، يعني مكامن القوة عند كل امرأة، ونعتبره أنه هو مرض ونحن أقوى منه فينا ننتصر عليه؟ تمام. الحقيقة الدعم الاجتماعي دور كتير كبير. الدعم الاجتماعي انه وقت مجرد المريض ما يشعر انه في مين مساندني ومؤيدني، هو رح يحس بالراحه انه انا في مين بحبني، مين واقف معي لحتى اتخطى هي المحنه. فهون هو بصير في عنده مشاعر ايجابيه اني انا رح اتخطى واتجاوز المرض. بالاضافه اذا كان الدعم الاجتماعي دائما مترافق مع المريض من اول الكشف المبكر لحتى وضع الخطه للعلاج، هذا الشيء بشجع المريضه انه هي تلتزم اكثر بخطه العلاج. لانه احنا في عنا شيء لك مهم، انه احيانا وقت بيصابوا بالمرض هن بصير عندهم انكار، حاله انكار، انه انا لا مالي مريض، انا ما حقبل. اذا ما تقبلت المراه المصابه العلاج قد ما تعالجت فيه ما حتجيب نتائج.
تمام. فمشان هيك المحيط له كثير دور كبير بانه هي تتقبل هذا العلاج، وقت هي حتتقبل هذا العلاج رح تصير ملتزمه اكثر بالخطه، رح حتى تصير تتبع عادات غذائيه صحيه، نمط نوم جيد، كمان في عنا حتبتعد عن العادات السلوكيه، خلينا نقول مثل مثلا التدخين، اذا كان في كحول او شيء انه هي بتضر بالصحه فهي حتنقطع عنها لانه بتشجيع من المحيط. كمان في عنا مشاركه المحيط احيانا لجلسات العلاج للمراه المصابه، هذا كمان بيعطيها هي كثير دافع انه هي، او خلينا نقول بصير في عندها راحه نفسيه لانه في مين عم يشاركها هي الجلسات، ما حتحس حالها بغربه انه هي بجو جديد، بصعوبه انه لتلقي العلاج، فهذا كمان بينعكس على ناحيتها الجسديه والنفسيه بتتحسن مناعتها. كمان في عنا نقطه كثير مهمه انه المحيط ما يسمح للمراه المصابه انه تصير بعزله. هلا دائما مثلا لانه نتيجه من المرض فبصير انه هذا نهايته الحتميه الموت، خاصه كورونا هلا وما حدا يقرب وما حدا يفوت يعني. تمام. واجا مثلا نفترض انه اثبتت انه هي مصابه بمرض السرطان، فهون انه عندهم افكار بيكون خاطئه خلينا نقول عن المرض انه هذا نهايته الحتميه الموت، لا بس في عنا نحن اشخاص شو فيهم من هذا الشيء. فمشان هيك في بعض الاشخاص بيلجأوا للعزله والابتعاد عن المحيط حتى العائله منهم، اعتقاد منهم انه مثلا انا اذا بعدت خلص انه هيك بكون خليتهم ما يحبوني مشان اذا متت ما هنني كثير عانوا ألم فقدي. تمام. فهي فكرة خاطئة، بالعكس هون نحن وقتية بتكون اندماج أكثر مع المحيط، والمحيط الاجتماعي وخصوصي عائلتها معها عم يتعاملوا وعم يتعاونوا معها وعم تقضي معهم لحظات جيدة، هذا بالعكس بيرفع من مناعتها النفسية وأنه تصدى أكثر للمرض وتكون قوية وتتغلب عليه. فالمحيط الاجتماعي مثل ما حكينا دور كثير كبير ومساندة بأنه هو قادر هذا الشخص بأنه هو يتغلب على هذا المرض، وحتى الشخص نفسه في عنا قيمك على المحيط، في عنا أفكاره أحيانا، أفكاره حواره مع نفسه، أفكاره الإيجابية وحديثه الإيجابي مع نفسه أنه أنا قادر أتغلب على السرطان. السرطان ممكن مثلا بيمكن يحكي مع نفسه أنه السرطان هو مثل مشكلة بحياتي مثل أي مشكلة تعرضت إلها، بس أنا بقوتي وبدعم من محيطي أنا رح أحسن أتغلب عليه، على الأقل إذا كان الشخص هو مو لنفسه لأجل الآخرين اللي موجودين معهم. فمشان هيك بتلاقيه متمسك بالحياة أكثر، عم يحاول يحقق أهداف. حتى أحيانا في عنا بمرض السرطان انه هو في افكار عنه انه خلص هو مرض خطير كثير، فانه بصير انه هو بيفقد المعنى من الحياه، فمجرد ما الشخص انه انا ما عاد في له اهميه، خلص انا حموت ما عاد في هون، فهو بتلاقي صار ينعزل اكثر، ما عاد في عنده اهداف بده يحققها. هون طبعا تضعف اكثر مناعته النفسيه وبصير اكثر عرضه للاكتئاب، وتضعف اكثر مناعته الجسديه والمرض بينتشر اكثر بجسمه، هو تضعف مناعته له. فمشان هيك كثير في عوامل مهمه منها الاجتماعيه ومنها النفسيه انه هو يحسن يتغلب عليه. رند، خلينا نعتبر نحن قاعدين معك بجلسه دعم نفسي لمريضه سرطان، شو العبارات يلي اليوم ممكن نحن نوجهها لهي السيده او هي لازم تقولها لحالها؟ خلينا نذكر هيك ثلاث او اربع نقاط اساسيه لازم دائما مصابه بهذا المرض يكونوا بذهنها وعم ترددهم، او حتى يمكن المحيطين ممكن يقولوا له هي العبارات او هي الافكار بالذات. تمام. هلا ممكن اول عبارة قادره اني اتخطى هذا المرض، انا بقوتي مثلا لاولادي لحتى عائلتي لحتى احيانا لنفسي لاجلي انا رح اتغلب عليه. احيانا هلا بما انه كمان احيانا قلنا تساقط الشعر نتيجه العلاج وهي، فانه ممكن نحن انه انا هذا الشيء مؤقت، انا بكره انا حضل جميله بكل المعايير، هي صار عندها صعوبه تقبل لنفسها بامكانها تحط بعض الادوات معها، فهي انه ممكن تبرز ترجع جمالها ونفستها، فهي ممكن عوامل. بالاضافه للمحيط ممكن هن يشجعوها انه هي ازمه انت قادره انك تتخطيها، ممكن يذكروها بازمات او عقبات واجهتها بحياتها وكيف هي قدرت تتغلب عليها. تمام. فهذا الشيء ممكن كثير يحمسها ويساعدها. كمان انه يستعرضوا لها مثلا نماذج انصابت بالمرض وكيف هي هالنماذج تغلبت عليه بقدر يعني بحكم اصرارها انه هي وارادتها انه نحن بدنا نتغلب ونقوى على المرض، فهذا الشيء ممكن جدا يحفزها وانه انا بدي اتخطى هذا المرض وبدي اتجاوزه وبدي انجح اني اتخلص منه. نعم. لان يمكن نحن صرنا بزمن من كثره الاوبئه او الامراض القاتله احيانا بالرغم من بساطتها والانسان انه بيستسخفها، لكن صار السرطان هو مجرد مرض عابر حتى عند البعض، وخاصه بعد انتشار الوعي بالكشف المبكر عنه. اليوم نحن مشكلتنا بالحياه هي الخوف من الاوبئه والخوف من المرض. يعني نجيب محفوظ بيقول الخوف لا يمنع من الموت ولكن يمنع من حياة. صحيح. هي الجملة هي كتير فيها تحفيز انه انا بغض النظر عن كل شيء لكن الخوف هو اكبر يمكن مهدد للحياة. صحيح. عند الانسان بغض النظر عن المرض. فخبرينا اليوم قديه مهم فعلا انه يكون في وعي
عند الأنثى، عند حتى الرجل كداعم لإله، حتى فعلا تتعايش وتعتبره أنه شيء من تفاصيل يومها. اليوم أنا بدي أنتصر عليه مثل أي ظرف عم يمر، يعني هي فترة وراح تمر. تمام. هلأ بالبداية أنه هي في عنا أول شغلة أساسية مثل ما حكيتيها أنه هو الخوف بيمنع من الحياة، وحقول لك شغلة كمان، الخوف والتوتر والقلق هن سواء كسرطان بيسمحوا أنه السرطان ينتشر بالجسم، حتى على الإنسان الطبيعي بيأثر. صحيح. وحتى إذا بدك على مبدأ الزكام بيصير هو أكثر عرضة للإصابة فيه. صحيح. لأنه نتيجة هي الأفكار. فالمرأة بداية حتى هي تكون تتخطى، هي بداية من الشغل من أفكارها، أنه أنا قادرة أنه أتخطى الفكرة، أنه مثلاً هي الأفكار المغلوطة عن المرض، هي بالعكس هي بتسيطر على المريضة، وأنه بتصير هي أنه أنا مالي أدراني هذا المرض خطير. مشان هيك إذا نحن اشتغلنا على الأفكار الغير عقلانية، الأفكار السلبية حول المرض، هي لحالة هي بتشجع المرأة أنه أنا قادرة أتخطى. كمان بالنسبة للرجل أنه هو يدعمها، يساعدها تتقبل نفسها، انه هلا اذا المراه كان عندها صعوبه بتقبل صوره الجسد اللي صارت عندها، هون هي عندها كمان مشكله، صار في عندها سوء توافق، هي ما عادت متقبله الصوره تبعها مع الشيء اللي هي هلا عم تعاني منه، فهون بصير في عندها مشاكل نفسيه عندها. فمشان هيك انه تقبل المحيط لها، ما يحسوا انه صارت اختلفت، بالعكس يساعدوها انه هي ترجع تحافظ على شكلها قدر الامكان، وهي تتقبل شكلها، تتقبل التغيرات اللي صايره فيها، وانه مثل ما حكينا هي مرحله انيه وانا حاتخطاها ان شاء الله، فهذا الشيء كثير بيساعدها. مثل ما حكينا كمان محيط يشجعوها كمان انه مثلا خلينا نحن نتابع مع بعض الفحوصات الطبيه، خلينا نتلقى العلاج لحتى نحن نتخلص على هي العقبه، فهذا الشيء كمان بيحفزها اكثر انه انا اتخلص من المرض. يعني بختام حديثنا معك بدنا نشكرك كثير رند لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ولكل هي المساحه النفسيه والدعم النفسي اللي قدمتي لنا ولكل المشاهدين. بتشكركم كثير، والله يعطيكم العافيه على هالموضوع جدا مهم وشيق. نهارك حلو يا رند، شكرا لوجودك معنا. ما إليك.